السلام عليكم اخوش، معكم غياث منير من مدينة القنيطرة. والمهم بعد غيبة طويلة الخوت، الصراحة غيبت عليكم هاد الايامات، ما بقيتش نحط لا فيديوهات ولا حتى شي حاجة. انا الصراحة بزاف ديال الاصدقاء مابقاوش كنتبع القناة كما هي كانت، كنحط الفيديوهات تيبقاو يتفرجوا فيهم، مابقاوش كيبغيو يتفرجوا فيهم، ولاو بزاف ديال الاصدقاء تيبقاو يدخلوا، المهم تيدخلوا كيبقاو يسولوك، كيبقاو يسولوك على الفيديوهات انت حاطهم وداك الشيء. المهم بالنسبه لهاد المشكل هذا الخوت، بغيت نضيف لكم واحد المعلومه، بان هاد المشكل هذا جا من الفيديوهات. حيت انا النهار الاول فاش بديت نحط الفيديوهات بقيت كما كنقولوا بحال غير داخل تنحط الفيديوهات، ما قاديتش الامور مزيان، ما ضبطتش لكم بان هاد الفيديو هذه الطريقه الاولى وهذه هي الثانيه وهذه هي الثالثه وهذه هي هذه. المهم هنا فين بقاو الفيديوهات، بعض المرات تنحطهم اخرين، حتى كنحط موراهم شحال فين الفيديو، عاد كنحط فيديو انه هو فين المعلومات ديالو ومن الاولين خاص الانسان يديرهم. وهذا الشيء هذا هو السبب اللي جعلني واخا كنحط فيديو ولاو الناس بحال ما كي اصدقاء بحال ما كيستافدوش، واخا كتحط الفيديو ما كيستافدش منه، لان الفيديوهات بقاو بحال مشربكين كيف ما كنقولوا، ما مرتبينش مزيان. وان شاء الله بعد الفيديو هذا بغيت نوصل لكم واحد المعلومه، الا بغيتوني نبقى نحط الفيديوهات ونتواصل معكم ديما كما كنت كنتواصل معكم كل مره، كل سيمانه نحط جوج فيديوهات ولا ثلاثه فيديوهات كل سيمانه. ولكن بغيتوني نبقى نتواصل معكم الخوت صراحه الله، حتى نتوما تحاولوا تدعمونا بلي لايك ديالكم، وتحاولوا تدعمونا بلي كومونتير ديالكم، داكشي اللي كيخصكم. غير هي واحد الحاجه اللي بغيت نقول لكم، هي نعاود معكم القناه كان بحال غادي نعاودو من الاول، اي نبداو من الفيديوهات، نبداو من الاول كل حاجه. الانسان شنو خصو يدير، شنو خصو يدير كل حاجه من الاول، مع مثلا الماتريال، نتكلمو على الماتريال من الاول، اشنو غيخصك واشنو غيخصك، نديرو فيديو خاص ونديرو فيديو خاص عاوتاني على مثلا على البلاستيزور مثلا ديال الملابس، يكون فيديو يكون موضوع خاص تخدم عليه واحد الفيديوهات اللي يكون خاص داك الموضوع، خاص مثلا بالبلاستيزور، يكون مثلا الموضوع ديال الصباغه المائيه موضوع خاص ديال الصباغه المائيه، موضوع ديال السيريفليكس خاص بموضوع ديال السيريفليكس، باش هكا باش ما نكونش انايا عليا الضغط بزاف في الواتساب وفي التليفون. وحيت النمره اللي كنعطيكم اصلا راه هي النمره اللي كنخدم بها، عندي غير نمره وحده، ما عندي جوج ديال النوامر ولا شي حاجه. وهذا هو اللي عرفت بان كان السبب المشكل هو ديال الفيديوهات اللي كنت انا ما مقدمش من الاول بهذه الطريقه هذه اللي باغي نقدم بها ان شاء الله. والا عجبتكم هذه الفكره الخوت صراحه الله، غادي نتواصل معكم ونبقى نحط معكم الفيديوهات. ما عجبتكمش هذه الفكره هذه غادي نحبس هذه القناه، ما نبقاش نحط الفيديوهات، غادي نبقاو دوك الفيديوهات اللي محطوطين الله يجعل البركه. ولا باش نعرفكم بانكم نتوما راه باغني وباغني نوصل لكم هاد الفيديوهات ونوصل معكم المعلومات، تحاولوا توصلوا هاد الفيديو هذا ل1000 لايك، ولو وصلتوا ل1000 لايك ان شاء الله توصلوا ل1000 لايك ضروري غادي نحط فيديو، وغادي نعرفكم بانكم بغيتوني نبدا معكم من الاول. وتخليوا لي لي كومونتير ديالكم والتعاليق ديالكم، وانا في الصراحه حيت انا بحال العقل ديالي تيحير الصراحه، كنبغي نوصل معكم بزاف ديال المعلومات، وكنلقى بحال تتبرمج دابا بزاف ديال الاصدقاء كيسولوني مثلا على هادي وعلى هادي، وكيجي عندك الانسان وهادي، وبعض النهار الانسان ملي كيجي عندك كاع وكتواصل معاك وكيجي مرحبا بي، انا ماشي على شي حاجه، ما كنديرش فورماسيون حتى شي واحد مثلا ولا شي حاجه، كيجي عندك شي صديق كيبغي يسولك على شي حاجه كتبغي توصل له توريه، كتلقى راسك انت بان شحال من فيديو حاطه هو كاع ما مكتشفه ولا عارفه ولا شي حاجه. وهذا هو علاش اخوتي بغيت نحاول نقاد عاوتاني هادشي من الاول. الى عجبكم الفكره وعجباتكم كما قلت لكم الموضوع، نبداو من الاول ان شاء الله، نبداو نتكلموا مثلا على ديك السكانير ديال الزاج كيفاش تصايبوها بالعبارات ديالها باي حاجه، نديروا لها فيديو عاوتاني خاص ديالها، مثلا الطوابل ديال الطبيع نديروا لهم فيديو خاص ديالهم، مثلا السلعه نديروا لها فيديو خاص ديالها، الكادر تصايبوه كيفاش العبار ديالو شحال يكون فيه الطول العرض نديروا له فيديو خاص ديالو باش تغلفوه، وهادي وكل حاجه نديروا لها فيديو خاص ديالها، باش نتوما كتكون عندكم هذيك الساعه الا كانت عندكم رغبه في التعلم راه هي الطريقه اللي غادي ندير معكم باش تستافدوا بزاف. لان بزاف ديال الاصدقاء تيقولوا لي بغينا نجيو عندك، نجيو عندك هنايا هذا، وانا بزاف الصراحه ما نقدرش نجيب شي واحد ندير له فورماسيون، لان ما عنديش محل بروجي بوحديتو اللي كنخدم فيه، وعندي ولا عندي
عندي السكن بوحدي، شو انا بالعكس عندي السكن، هو بلاصه ديال السكن هي البلاصه اللي كنخدم فيها وفين كنسكن فين كنخدم. وتال الفيديوهات اخوت الصراحه ما نكذبش عليكم، من ناحيه اليوتيوب ولا شي حاجه شحال من واحد كان كيبقى يكتب وصلتي زعما ل 10000 لايك ووصلتي ل 10000 ابوني وهادي. وانا في الصراحه الخوض راه ما نكذبش عليكم بان اليوتيوب راه ما تندخلش منها حتى شي حاجه، حتى شي حاجه نهائيا ما كندخلها من اليوتيوب، الا اللي كندخل منها هما كانوا شي اصدقاء، شي اصدقاء تيوصلوك بشي كادوات ولا بشي حاجه ولا هادي. هادشي الحمد لله فضل من عند الله اللي كان وصلنا، اما شي حاجه بالفلوس من اليوتيوب ولا شي حاجه لا، لان علاش؟ حيت المشاهده طايحه. وهادشي علاش نقول لكم اخوتي بانك تحط فيديو وعندك تبارك الله تقريبا 16000 المشاهد، وعاد التليفون عندي اكثر من 4000 نمره اللي عندي، وحق الله العلي العظيم اللي عندي ديال الدراري تواصل معاهم وداكشي، هادو من خارج المغرب، من تونس، من السعوديه، من اوروبا. الصراحه الله راه ما نكذبش عليكم اخوتي، وهذا هو السبب اللي جعلني بانني الا بغيتو اخوتي نعاود معكم من الاول الفيديوهات، راه نبقى نتواصل معكم وكنتوصلوا هذا الفيديو هذا ضروري الالف لايك، ضروري لما وصلتوش الالف لايك راه ما نحط حتى فيديو، ولا ما عجباتكمش الفكره حيت دابا نتوما جمهور، نتوما هما اللي بحال نتوما هما اللي غتكونوا هما تحكموا فينا، نتوما هما اللي غتوصلوني ونتوما هما اي حاجه. المثال شفت عندكم غتوصلوها الالف لايك راه نعرفكم بان باغين، وهداك الشيء غادي نحاول نوصل معكم فيديوهات ونعاودوا الفيديوهات من الاول باش كل حاجه نديروا على موضوع بوحديتو. مثلا بغينا نديروا موضوع الورد نديروا موضوع بوحديتو، نديروا تطبيقيا واحد الايام خاصه غير بالورد، نديروا مثلا تطبيقيات خاصه غير بالفوتوشوب، كل حاجه نديروا لها التطبيقات ديالها باش تمشى الامور على ما يرام، ويكون ان شاء الله كل شيء يستافد. ولا بغيتو تبقاو توصلوا لي فيديو الصراحه ويبقاو يطلعوا، ما تنساوش ديما تبقاو تباركوا على اللايك وديروا لي كومونتير، واخا تخليو غير كومونتير ولايك راه الفيديو تيبقى يطلع، كل ما كتخليو لي كومونتير ولايك كل ما الفيديوهات كيطلعوا، حيت الفيديوهات باش كتطلعهم اليوتيوب كتطلعهم بلي كومونتير. وتنتوما الاصدقاء كنتسنى الدعم ديالكم هو لي كومونتير ولي لايك ديالكم. وتا دابا ما طلبتش منكم بزاف، طلبت منكم 1000 لايك وسط 15000 تبارك الله، وتقريبا راه غادي في 16000 ديال المتتبعين، وطلبنا منهم 1000 لايك، وان شاء الله لو وصلتوا ال 1000 لايك غادي نحياها معكم. ولو توصلوا حتى من غدا غادي نديروا فيديو حتى من غدا ان شاء الله يا ربي، غادي يكون على اول حاجه وثاني حاجه واشنو خاصكم في السلعه وكل حاجه. راكم عارفيني ديما كنبسط معكم الحوايج، وكيف ما قلنا الفيديوهات حاطهم لكم مثلا هما مشربكين كما قلت لكم الطريقه ديال مشتين، مثلا داكشي ما مرتبش على ما يرام، داكشي علاش الانسان ما تيقدرش يفهم بزاف، حيت الصراحه الله حيت الانسان كيتفرج في هذا الفيديو هذا فيه موضوع وهذا الفيديو فيه موضوع، وكان الفيديو منطابق تابعو منطابق معاه في الموضوع كان غادي الانسان يستافد مزيان. ونبقاو نديرو حلقات داكشي نبقاو نرتبوهم، مثلا فيديو عندنا عليه واحد ثلاثة الحلقات ولا أربعة الحلقات، نديرو هذه الحلقة الأولى وهذه الثانية وهذه الثالثة وهذه الرابعة باش الإنسان يستافد بزاف. وهذا الشيء هذا هو اللي بغيت نوصل معاكم ليه، والله يوفقكم والله يوفق كل واحد وتبارك الله عليكم الخوش. أما أنا النمرة بالنسبة للنمرة ديال التليفون كنقول نعطيها للإنسان اللي بغا يتقدى السلعة ولا اللي عكل في شي مشكل مثلا وبغاني نوصلو ليه، ماشي هو تعطيه النمرة وتبدا معاه من أزيرو. هذا هو علاش بغيت نهدف هذا الشيء، حيت انا ما كندير لا فورماسيون وما كنطلب من حتى شي واحد زعما يعطيني شي حاجه باش نوريه شي حاجه ولا هادي. هو علاش طلبت منكم نتوما الا بغيتو نعاود معاكم من الاول وتفهموا مزيان نعاود معاكم من الاول. وكان 1000 واحد راضي ان شاء الله تبارك الله على القضيه هادي وداروا 1000 لايك، ديكم وقتاش ما وصلاش 1000 لايك ديالكم ولو عن اقرب وقت غادي يكون اول فيديو عن اقرب وقت. وهادشي اللي كنقول لكم وتبارك الله عليكم، ونتمنوا من الله ليا وليكم مسيره موفقه، وانا كنتمنى من الله يوفقني عليكم باش نحاول نحط فيديوهات انا مزيان، وانتوما تكونوا تستافدوا مزيان، والله يوفق الجميع وهذا الشيء اللي كاين وتبارك الله عليكم. المهم ديما معكم غياش منير والقنيطره، وبالنسبه ديال البيصري كنخدموا فيها كيف ما ديما راكم عارفين وتبارك الله عليكم.